يعاني الكثير من الأشخاص من تلف بطاريات هواتفهم الذكية عقب فترة قصيرة من شرائها دون معرفة السبب. لذا سنقدم في هذا الموضوع أهم الأخطاء التي يقع فيها الكثيرون خلال إعادة شحنهم للبطاريات والتي تقضي على بطاريات هواتفهم سريعا. أولا، ترك الهاتف بدون شحن حتى نفاذه. ترك بطارية الهاتف حتى تنفذ من الأمور التي تقضي على عمر البطارية وتضر بوحداتها التخزينية بشكل كبير. فهناك أشخاص يتركون البطارية حتى تنفذ وتصل ل0%، ثم يقومون بإعادة شحن الهاتف، وهذا خطأ يقتل البطارية. في المقابل، ينصح الخبراء بإعادة شحن البطارية عندما تصل إلى 50%، بحيث كلما تم شحن الهاتف وهو ممتلئ للمنتصف أو أقل، زادت فاعلية البطارية وأصبحت لا تفرغ بسرعة. ثانيا، ترك الهواتف على الشاحن. شائع لدى الكثير من المستخدمين أن يقوموا بإعادة شحن بطاريات هواتفهم في الليل أثناء نومهم، ويعتبرون أن تلك الفترة هي الأنسب بالنسبة لهم نظرا لتوقفهم عن استخدام الهاتف آنذاك. ولكن في الحقيقة الخبراء يقولون أن إعادة شحن الهاتف لا يتطلب كل تلك الفترة، والتي تتراوح ما بين 5 إلى 8 ساعات تقريبا بحسب الفترة التي يستغرقها الإنسان في النوم. فأقصى مدة تستغرقها البطارية حتى تشحن كاملة تكون ساعة واحدة، وكل تلك الفترة المتبقية يظل فيها الهاتف على الشاحن بدون جدوى، سوى أن البطارية تتعرض للتلف، ذلك لحصولها على طاقة زائدة تظل تتدفق إلى الهاتف. كلما استهلك هاتفك جزءا من الشحن يتم إعادة شحنه مرة أخرى، مما يضعف البطارية ويشهد وحداتها التخزينية ويجعلها تتلف سريعا. ثالثا، ترك الهاتف في أماكن حارة. من الأخطاء التي تقوم بها دون أن تدرك خطورتها هي ترك هاتفك تحت أشعة الشمس أو في الهواء الحار. فارتفاع درجة حرارة الهاتف يساهم في استنزاف البطارية بشكل قياسي، مما يجعل البطارية تفقد الشحن بصورة أسرع وتقلل من عمرها الافتراضي. لذا يفضل أن تضع هاتفك في الأماكن الباردة دائما وعدم تعريضه نهائيا لأشعة الشمس المباشرة، ويجب عليك تغطيته كلما واجه أشعة الشمس الحارة، وعلى سبيل المثال أثناء قيادة السيارة وأثناء المشي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. كما يمكنك مشاهدة المزيد من الفيديوهات الثقافية المتنوعة من خلال الضغط على رابط القناة.